شكرا. سؤال الجزيرة سيادة الوزير، ما تعليقك حول ما يثار عن حملة لحج بدون تصريح؟ حملة حج بلا تصريح هي باختصار هناك من يريد أن يسلب حاج موجود بدون حق. لا أحد فينا يقبل أن يأتي إلى الحج ثم هناك من يريد أن يأخذ منه حج. هناك أشخاص ليس لديهم تصريح يريدون أن يأتون المشاعر بالكامل ويدخلون في الحج بدون أن يكون لهم تصريح. أعتقد لا أنت ولا أنا ولا أحد يقبل أن يأتي إلى الحج وهناك من يسلب منها هذا الحق. ودور الحكومة السعودية، هذا دور أصيل للحكومة السعودية لتنظيم الحج وأيضا إعطاء كل ذي حاج حقا. الحجاج المصرح لهم لهم حقوقهم وغيرهم ليس لهم حق في ذلك. هل هذا ينطبق على السعوديين وغير السعوديين؟ على السعوديين وغير السعوديين، والحكومة السعودية عندما تقوم بأي إجراء أو أي تنظيم فهي لا تفرق بين الجنسيات. سيادة الوزير، تقريبا هذه الحملة هي الأولى من نوعها هذا العام، هل هناك خطة حكومية لتطويرها في الأعوام المقبلة؟ حتى الآن نحن نقول أن كل حاج له حقوق والحكومة السعودية تحفظ هذه الحقوق، ومن يأتي بدون تصريح هو ليس لديه الحق في ذلك، وهو يسلب حق حاج أتى من آخر الدنيا من أجل أن يؤدي هذه الفريضة، ومن واجب الحكومة السعودية أن تحمي حقوق الحجاج. معالي الوزير، الآن ما أساليب التقنية ودور الذكاء الصناعي في موسم الحج؟ أنا أعتقد أنه ما تم الآن من إعلان من خدمات من جميع الجهات الحكومية يثبت أن المملكة العربية السعودية تستخدم أحدث التقنيات، سواء نتحدث عن التاكسي الطائر، نتحدث عن بطاقة نسك، نتحدث عن برنامج بصير في سدايا، نتحدث عن جميع الإجراءات التي تمت والتقنيات، فهي استخدمت الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله نحن مقبلين على تطوير الخدمات في كل موسم حج. هل هناك أي أرقام تقريبية لعدد الحجاج هذا العام؟ حتى الآن كما تم إعلانه لم يتم استكمال وصول الحجاج، فبالتالي من المبكر الحديث اليوم عن وصول الحجاج. هل اقتربنا من مستويات الوفود الإعلامية وأيضا التصاريح الإعلامية؟ دور كبير قمتم به هذا العام صراحة، يعني جهد مشكور، ونبغى كلمة بخصوص هذا العام والتطويرات اللي ممكن تشهدها العوام اللاحقة. في المملكة لدينا الأفعال تسبق الأقوال، وهو مبدأ راسخ لخدمة حجاج ضيوف الرحمن الذين يقدمون المملكة، حيث تعمل جميع جهات الدولة وقطاعاتها بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر وبمتابعة شخصية على مدار الساعة من سمو سيدي ولي العهد لضمان إنهاء الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة. أنا موظف حكومي مكلف بأداء وظيفتي، هناك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين وكذلك العسكريين وخلفهم مواطنين سعوديين، كلنا كموظفين عندنا تعليمات مباشرة أن موسم الحج هو أهم واجب نقوم فيه طول السنة، ولذلك ترون أن الدولة تستنفر بكافة إمكانياتها وطاقاتها لخدمة الحجاج ولضمان نجاح موسم الحج بإذن الله. كم تكلف موسم الحج هذا العام معالي الوزير؟ والله عمر المملكة العربية السعودية ما حسب التكاليف الحج، ولكن بالأكيد أن كل ما يحتاج الحجاج تقوم فيه.